ببالغ الأسى والحزن، وقلوبنا تملأها الحسرة والأسف الشديد لهذا الحدث الأليم المتمثل في رحيل وفقدان أحد أكبر رجالات المقاومة الصحراوية والمشروع الوطني. فإننا نتقدم بهذا الحدث الأليم والحزين بكل احترام وتقدير وتواضع وإجلال وإكبار. نحن فعاليات انتفاضة بمدينة العيون المحتلة من مناضلين ونشطاء حقوقيين، بأحر التعازي إلى كل الجماهير الصحراوية بمواقع الفعل والنضال، إلى القيادة السياسية التي بدورها نعزيها مرة أخرى برحيل وفقدان أحد القياديين البارزين الذين كان لهم الفضل في بناء المشروع المؤسساتي، والذي يشهد لهم بالنزاهة والتواضع والاحترام، وإلى عائلته الصغيرة والكبيرة والتي نكن لها كل الاحترام والتقدير، راجين من الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فبهذا الحدث الأليم لا بد أن نستحضر تلك الخصال الحميدة التي عهدناها في هذا الرجل القدوة من الاحترام والتواضع والوفاء والإخلاص والإيمان الراسخ بمبادئه وقناعاته بقضيته العادلة ووفائه للشهداء الأبرار، دون أن ننسى كل تلك المساهمات الفكرية التي لعبت دورا هاما في نجاح المشروع الوطني، والتي لا زالت تلعب دورا أهم في التضامن والمؤازرة وحثه دائما الشباب على التشبث بمفهوم مبدأ الوحدة الوطنية. رحم الله السيد محمد الخليل وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.